بعد الجدل الكبير الذي تلا تصريحات وزيرة التربية بشأن الصلاة داخل المدارس، عادت اليوم بن غبريت لتوضح تصريحاتها السابقة وبطريقة جد واقعية. وزيرة التربية أكدت أنه لا يمكن لأي أحد المساس بالثوابت الدينية والهوية الوطنية في الجزائر، وتصريحاتها السابقة كانت تتعلق برزنامة دراسية وجب احترامها، أما الصلاة فلها فضاءات مخصصة لذلك. ولهذا بالنسبة لنا هو ثوابت، الأمر كان مرتبط برزنمة اللي لازم احنا نحترموها في إطار القطاع التربية الوطنية، وكل الدوائر الوزارية دوائر منسجمة، وفي إطار هذا الانسجام وجود المساجد فهي كذلك تسمح وهو فضاء للتحقيق والتنفيذ كل الضوابط اللازمة في إطار تحقيق من جانب آخر، وخلال إجابتها عن أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، عادت وزيرة التربية إلى مسألة ترقية موظفي سلك مساعدي التربية ومشرفي التربية لتؤكد تكفل الوزارة بكل مطالبهم المشروعة. فإنه تم تكفل بالمطالب المشروعة لموظفي سلكين المذكورين على غرار باقي الأسلاك الأخرى الخاصة بالتربية الوطنية، وتم ضمان مسار مهني طبيعي لتقييتهم تدريجية عند توفر الشروط القانونية الأساسية. وبالعودة إلى مسألة الصلاة داخل المدارس، فقد استحوذت خلال هذا الأسبوع على اهتمام جزء كبير من المواطنين، وتباينت مواقفهم بين مؤيد لموقف الوزيرة ومعارض، غير أن الملاحظة أن تصريحات بن غبريت استغلت لأسباب أخرى حسب العديد من المراقبين.